حياكم الله، اهلا ومرحبا. اليوم الاحد 10/10/2021 تنطلق اليوم حمله تدشين لنجعلها خضراء، حمله التشجير لهذا العام من قبل المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر. وتم اختيار متنزه المحالب البري ليكون المنطلق الاول لهذه الحمله، وسيحضر الدكتور خالد بن عبد الله العبد الواحد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ويدشن هذه الحملة. انتم السباقين، احنا ما خسرنا طبعا هذا الموقع الا لجهودكم اللي بذلتوها فيه، وهي في الواقع رمزية لدعمنا لكل التطوع في المملكة، رمزية لكل من يساهم بجهده وماله، رمزية لمشاركة الجمعيات معانا. فاحنا اخترناكم في الواقع رمز، وان شاء الله الجميع يساهم معنا في هذه المهمة. لا شك ان المملكة لديها مستهدفات عظيمة جدا مع اطلاق السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر، وتعتمد تحقيق هذه المستهدفات علينا جميعا، الفرد، المتطوع، الجمعيات، الشركات، القطاع العام والقطاع الخاص. فحنا وجدنا منكم كل الحماس، وجدنا منكم الإخلاص، وبدأنا معكم، والحملة إن شاء الله مستمرة لمدة 6 شهور، وإن كان العام الماضي وصلنا إلى 10 مليون شجرة في 6 أشهر، نتوقع إن شاء الله أن السنة نتخطى هذا العدد بشيء كثير، لكل هذا الزخم اللي حصلناه ولكل هذا الحماس اللي وجدناه لكل أفراد المجتمع. شكرا لكم جميعا. ما في كيس بلاستيك اللي بلاه؟ ها؟